السلام عليكم. الاسم ديالي صفاء شريفي علابي، في عمري 16 عام، مستوى الدراسي اولى بكالوريا. بديت الصراحه ما عقلتش بالضبط فوقاش بديت، يعني مني عقلت على راسي وانا تنغني مع حنايا عائله فنيه، كبرت في جو موسيقي. والبدايه ديالي كانت في مؤسسه مولاي عبد السلام بالمشيش مع كوغال النور، وشاركنا في عده حفلات، مهرجانات ومسابقات، منهم كاين مهرجان الوطني للموسيقى والتربيه الدوره الاولى اللي حصلنا عليه على الرتبه الثانيه وطنيا، وكاين الموسيقى الروحيه سنه 2019. حنايا متمسكين بهذا اللون هذا، مع انه الجد ديالي كان مع فرقه موسيقيه اندلسيه معروفه، داكشي علاش حنايا متمسكين ومعجبين بهذا اللون هذا. بما فيه الاندلسي الملحون المديح السامع، وكاين الشرقي العربي والغربي. نون غيان دو غيان، نون جو نو ريغريت غيان، ني لو بيان كوم افي ني لو مال تو سا مي بيان C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. شاركت أيضا في عمل غنائي عن بعد اللي سهرت على إنتاج ديالو وزارة التربية الوطنية بتأطير الأستاذ خالد البداوي. كانوا مشاركين فيه 157 شخص، منهم تلاميذ وفنانين عازفين. لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا في الهواء.
الحجر الصحي، شاركنا في عدة أعمال كتلميذة في مركب الثقافي والأدبي سيدي محمد بن يوسف، مثل صاميدون يا نبي سلام عليك بتأطير السيد عبد الوهاب العلوي، كذلك أبطال التحدي بتأطير مفتش التربية الموسيقية بتأطير سمير بحاجين، وكذلك عمل وطني